السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عام 6 هجريا أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى العمرة مع الصحابة، وكان عددهم ما يقارب 1400 من الصحابة. فارتدوا ملابس الإحرام وساقوا الهدي أمامهم وخرجوا من المدينة المنورة دون عدة أو عتاد للحرب. فلما أقبلوا على مكة خرجت لهم قريش ومنعتهم من دخول مكة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأتموا الحج والعمرة لله، وأدوا الحج والعمرة تامين خالصين لوجه الله. كان العرب في الجاهلية يحجون ويعتمرون، ولكن كان في حجهم كثير من الشرك والأباطيل والأوهام، فأمرنا الحق سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة وإتقانهما وإحسانهما، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالشروط والأركان والواجبات والآداب. ومن تمام الحج والعمرة أن تكون النفقة حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا بد للحج والعمرة أن يكونا خالصين لوجه الله، وشتان بين من يخلص لله ومن يخلص لغير الله. فهناك مع الأسف الشديد كثير من الناس يذهبون للحج والعمرة رياء وسمعة، ومن أجل أن ينالوا لقب حاج. وحج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لمن استطاع إليه سبيلا. أما العمرة فهناك قولان، هناك من يقول أنها واجبة في العمر مرة، وهناك من يقول أنها سنة. وكلا الفريقين يستندان إلى قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: والله إن العمرة لقرينة الحج في كتاب الله. قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال بذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وأرضاهم. وقاله من التابعين عطاء وقتادة والثوري، وهو قول مذهب الإمام أحمد بن حنبل والشافعي. أما الفريق الآخر الذي يقول أن العمرة سنة، فقد فسر قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله بشكل آخر، فيكون معنى وأتم الحج والعمرة هو الإتيان بهما على وجه صحيح ومشروع وكامل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بهذا الرأي من الصحابة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو رأي الإمام مالك والإمام أبي حنيفة وأهل العراق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب دون الجنة. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن منعتم بعد الإحرام من الوصول إلى بيت الله الحرام فاذبحوا ما استيسر من الهدي. وإن كان ظاهر الآية الكريمة يشير إلى منع المشركين للمسلمين من الوصول إلى بيت الله الحرام في عام الحديبية، ولكنه أيضا يشير إلى كل مانع وعائق يعيق عن وصول المسلمين لبيت الله الحرام، من عدو أو مرض أو كسر أو جرح أو ذهاب للنفقة أو ضلال عن طريق أو غيرها. والهدي هو ما يهدى إلى بيت الله الحرام من الإبل والبقر والشاه ليذبح تقربا إلى الله تعالى، وهو من باب التيسير والرفق واللين بالمسلمين ليستطيعوا الخروج من إحرامهم. ومن خشي بعد الإحرام من عارض كالعدو أو المرض أو غيره فليشترط ويقول: اللهم محلي حيث حبستني. فإن حبسه عارض فله أن يتحلل ولا شيء عليه.
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر، ومحل الهدي للمحصر في الموقع الذي حصر فيه، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية ثم حلق رأسه. أما غير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم، والحلق أفضل من التقصير للرجال، والحلق يكون بإزالة الشعر تماما بالموس أو ما شابه، أما النساء فيكفي التقصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق وهو محرم، فليحلق وعليه فدية، إما أن يصوم 3 أيام، أو يتصدق على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. وكيف عرفنا بتفاصيل الفدية؟ عرفناها من السنة النبوية الشريفة، لأن القرآن والسنة متممان لبعضهما البعض. قال الصحابي الجليل كعب ابن عجرة رضي الله عنه وأرضاه: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام، وأحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. جزاكم الله خيرا. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم بشر الحق سبحانه وتعالى المؤمنين في القريب العاجل بالأمن والأمان، وأنهم سيتمكنون من الحج والعمرة في سكينة واطمئنان، وهذا بالتأكيد من معجزات القرآن. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فإذا أمنتم وزال خوفكم وثبت أمنكم وكنتم في أمن وصحة، فمن تمتع منكم وجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج في سفر واحد فعليه ذبح ما استيسر من الهدي، وذاك لأنه تمتع وجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، فقد أحرم بالعمرة أولا من الميقات ثم أداها، وتلك متعة روحية، وبعد أن انتهى من عمرته تحلل منها، وجاز له أن يقرب النساء ويمس الطيب حتى يحرم في يوم التروية بالحج، وهذا من المتعة البدنية، فوجب عليه أن يذبح ما تيسر من الهدي من الغنم أو البقر أو الإبل شكرا لله على أن وفقه لتلك النعمة العظيمة، وهو الجمع بين نسكين في سفر واحد والتمتع بينهما. وهناك من يحرم في الميقات بالعمرة والحج ويقول: لبيك عمرة وحج،
لبيك عمرة وحج. فهذا قد قرن بين العمرة والحج دون أن يتحلل، وعليه أيضا ذبح ما استيسر من الهدي من الغنم أو البقر أو الإبل. وأما من أحرم بالحج وحده من الميقات فقد أفرد بالحج ولا هدي عليه. فمن لم يجد هديا يذبحه أو ثمن الهدي فعليه صيام 3 أيام في أشهر الحج. وأيام الحج مباح فيها الصوم للحاج المتمتع والمقرن إلا يوم واحد، أتدري ما هو؟ يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، فمحرم فيه الصوم. فإذا فرغ من أعمال الحج ورجع إلى أهله واطمأن وسكن فعليه صيام 7 أيام، تلك 10 أيام كاملة لا بد من صيامها تأكيدا للحكم ودفعا للتوهم. فلا يتوهم أحد أو يظن أنه مخير بين صيام 3 أيام في الحج أو 7 أيام إذا رجع إلى أهله، ذلك الحكم لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم. واتقوا الله وخافوا الله في جميع أموركم، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره. جزاكم الله خيرا. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد